ممكن تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واللي حنا في الجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدرجات تنعتز هي معتزاز وافتخار على ان صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله ابى الا ان يعطينا الموافقه باش يكون صاحب السمو الملكي الامير ولي الحسن يترأس شخصيا هذه الدوري الثالث لصاحب لسموه. وان شاء الله الانطلاقه غادي تكون يوم 7 ماي، يوم 7 ماي امام القصر الملكي العامر كسنه الفارطه في الرباط. وهذا الدوري هو في ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى غادي تكون ما بين مدينه الرباط ثم مدينه مكناس، واللي غادي نعطيو فيها جميع المعطيات التقنيه. المرحله الثانيه غادي تكون ما بين مدينه مكناس ازرو افران عودة الرجوع إلى مدينة مكناس، وكذلك المرحلة الثانية غتكون مدينة مكناس والرجوع إلى مدينة الرباط عبر الخميسات فالرومالي. فتمنى تمسنا فين غادي يكون الوصول ديال الدوري الثالث. تنعتزو كثيرا لأن الطلبات اللي توصلنا بها فيما يخص المشاركة ديال الدولية مشاركة كثيرة ومكثفة وكبيرة. جميع الدول تريد أن تشارك الشعب المغربي في أفراحه بمناسبة الذكرى الغالية التاسعة لميلاد صاحب سمو الملك الأمير ولي الحسن، واللي كما تعرفوا جميعا على أن الدولي مسجل كذلك في الاتحاد الدولي، ويعتبر تيديرو احتساب النقاط ديالو من أجل بطولة العالم، الإحصائيات نتاع بطولة العالم. واللي الآن بالمناسبة لابد باش نذكركم بأن الفريق الوطني يتربع وباقي الحمد لله الصف الامامي ديال افريكا تور ب 673 نقطه، متبوعا بفريق جنوب افريقيا بعناصره الاقوياء ب 513 نقطه. اي المملكه المغربيه الحمد لله والفريق ديالها يتصدرون الترتيب الافريقي والعربي والاسلامي وببعد كبير. كذلك لابد باش نعبر لكم بهذه المناسبه على الافتخار ديالنا والاعتزاز ديالنا على المشاركه في الفريق الوطني الاخير في النسخه السابعه ديال طواف اميسا بومبو، اللي كان من 24 حتى 30 ابريل، واللي البطل عادل جلول احتل الرتبه الثالثه، اي على بعد فقط 12 ثانيه من صاحب القميص الاصفر اي اندري شاترو، اللي كان فاز بخمسه المراحل في طواف فرنسا الاخير. كان فاز بخمسة المراحل في طواف فرنسا، بل أكثر من ذلك الاعتزاز ديالنا والافتخار ديالنا كما تتعرفوا بالدراجة، وأن الفريق الوطني وعلي الجلول كلهم جاو قبل من توماس فوكلير اللي كان احتل دا 10 المراحل في طواف فرنسا الأخير. توماس فوكلير اللي دا 10 ديال المراحل كنت يحتل تيوقت فيها القميص الأصفر في طواف فرنسا 2011. إذا الفريق الوطني كان هو حقيقة من محطة ديال واحد الحراسة مشددة، لأن عادل جلول تتعرفوا كان هو البطل ديال إفريقيا السنة الفارطة. إذا كان كل شيء الفرق المشاركة إلا وملتصقة بالبطل عادل جلول، وما خلاوش يدير شي محاولة انفتال، ولكن طريق الشعوفي بطل طريق الشعوفي في المرحلة الرابعة من الطواف ديال الكابون تيهزم هذا شارترو وتيهزم كذلك توماس بوكلير في المرحلة الرابعة، وهرب عليهم بما يسمى بالسبريت. معنى ذلك أن الفريق الوطني الحمد لله شيء جميل، غادي بخطوات ثابتة، بخطوات رائعة. وفي الأخير ديال السباق كان الرئيس ديال دولة الكابون الحاج عمر الحاج علي بونغو هو اللي أعطى الكأس للبطل عادل جلول، وسقصاه على المغرب وسقصاه على كيفاش الدرجه في المغرب وكيفاش الرياضه، وكان هذا افتخار لنا جميعا كحركه رياضيه الصحافه والجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدرجات، اللي حقيقه افتخروا بالمصاحبه ديالكم وما تقومون به من فائده الدرجه المغربيه، اللي كيفما تتعرفوا ان الفريق الوطني اهل الالعاب الاولمبيه، وغادي يسالي مع الطواف ديال الامير ولي الحسن، وغادي يمشي مباشره في اطار الاستعداد للطواف بالمانيا ثم طواف ايرلندا. لاول مره تيشارك في طواف ايرلندا اللي هو الطواف ديال المحترفين،
من بعد هو اللي مشي طواف لوتريش حتى هو طواف المحترفين بدا هناك واحد ثم طواف بولونيا اللي شارك كذلك طواف بولونيا حتى هو طواف ديال المحترفين اي استعدادات مكثفه كبيره باش الفريق الوطني يمشي ان شاء الله للالعاب الاولمبيه وهو داير واحد الاستعدادات اللي خصها تكون لان تنعرفوا على ان الفريق الوطني المغربي هو الممثل ديال افريقيا والعالم العربي والاسلامي في الالعاب الاولمبيه هو الفريق الاسلامي الوحيد والعربي الوحيد وكذلك جوج الفراقين من افريقيا هو اريتريا الفريق الوطني المغربي وغادي يتزامن كما تعرفوا داكشي مع رمضان ورغم ذلك فالفريق الوطني الحمد لله غادي يدير خطوات ممتازه ويتابع تدريبه بواحد المعنويات هائله وتربصات ممتازه بفضل المدرب الوطني اللي جبنا اندرياس بيترمان اللي فتح لنا ابواب من المغرب كما تعرفوا كان مسدود لنا واحد المجموعه ديال الابواب ما كناش نشاركوا في هذا السباق بحال دابا بولونيا وفي الاوتريش وفي ايرلندا لان احنا ماشي محترفين ولكن الخبره والتجربه ديال المدرب الوطني اللي جبنا بفضل المساعده ديال اللجنه الاولمبيه والبرنامج ديال الاعداد النخبه حنا واحد المجموعه كبيره اللي غادي نستافدوا منها اذا في هذا الاطار كذلك تنفتخروا وتنهزوا بالاختراع ديال الاخوان ديالنا في نادي الصويره اللي انخرطوا كذلك معنا في المقاربه ديال حقوق الانسان في الميدان الرياضي واختاروا واحد الدراجه اللي من شانها ملي غادي تجي تفنن وغادي يلقاو اللي غادي يصاوبها واللي غادي يعمل بها غتولي كذلك ماشي فقط غير التنقل ولكن كذلك حتى الاستعمال الرياضي وهذا تيدخل في الاطار ديال الفصل 26 من الدستور المغربي اللي تعطي الحقوق والنهوض بالرياضه لجميع المواطنين. اذا بلا ما نطلع لكم هذا التقديم غادي نعطي الكلمه للسي زغلول باش المدير الاداري باش يدير لنا التقديم ديال الدوره الثالثه للامير الطواف الدولي للامير الحسن فتفضل.